سجنه في ثمان الاوائل في هذا الدور ربع نهائي لهذا الجدول. هذا انجاز هائل بالنسبه للاعبين وايضا للبطوله. ايضا مستوى عالي لهذا. نعرف ان هذه البطوله تنظم من زمن طويل ولها تاريخ كبير جدا. عدد كبير من اللاعبين الذين فازوا بهذه البطوله وشاركوا في هذه البطوله من ضمنهم جون ماكنرو، جيمي كونرز، وغييرمو فيلاس، وفيلاندر، ستيفان ادبرغ، بوريس بيكر، ايلينا ستازي، جوليان كليرك، كل اللاعبين الاسبان من ضمن مويا، بروغيرا، فيريرو، فيرير، توماس موستر، أسترالي أيضا، فيليب بوسيس، رافتر، بات كاش، أمريكان، جيمي كونرز، كما ذكرنا، سامبراس، أغاسي، تشانغ، جيم كورير، عدد كبير من اللاعبين الذين مروا من هذا الملعب الرئيسي الكبير. إذا خمس دقائق انتهت للإحماء واختار اللاعب برديتش الإرسال لبداية هذه المباراة يفوز بالقرعة. إذا بداية المباراة بإرسال برديتش. خارج الملعب. ماذا يقول الحكم؟ حكم الكرسي يؤكد بأن الكرة داخل الملعب. يمحيها الكرة بالرجل اللاعب البريطاني. يعرف بأن سينزل الحكم وسيرى بأن الكرة لمست الخط. إذن لا داعي للمناقشة. ثلاثين لصفر. بداية قوية من برديتش. قوية بالفرهاند. كرة طويلة واللاعب ميري يوصل متأخرا شيئا ما لهذه الكرة. 40-15.
Bob! Yeah. ممتاز بيرفيتش الرابطة بقوة من آخر ملعب. والشوط الأول للعب تشيكي جيدة، والأمور ستكون صعبة في هذه المباراة. كما ذكرنا ستكون صعبة في هذه المباراة لأن كل لاعب له هذه المهارات من آخر ملعب، تغطية هائلة، قراءة مبكرة، ضربات قوية من الفورهاند أو بالباك هاند. ربما بيرفيتش له ربما أكثر أسلوب هجومي، سيأخذ المبادرة أكثر من لاعب موري، وهذا يناسب أظن موري لأن موري من أحسن اللاعبين بالدفاع، وهذا سبب يعطي ربما امتياز للاعب البريطاني. سنتابع معكم مشاهدينا الكرام ارسال اللاعب اندي موري الان. اختيار ممتاز، اختيار ذكي، ضربة العرضية بالفورهاند بالتوب سبين، كرة تدور بسرعة. مباشر بالباكند، عدم التوازن قبل تسديد هذه الكرة، خطأ مباشر من جهة البريطاني 15 الكل. ضربة الايس، كرة سريعة محكمة، دقة كبيرة في هذه الضربة. 30-15 كنز خط. الفكرة كانت جيدة ولكن أخذ الكرة متأخرا شيئا ما في الجهة اليمنى. اللاعب أندي موري 30 الكل. تراجع تسديد هذه الكرة من جهة بيرفيتش، لم يتمكن من التحكم في هذه الضربة لما يتراجع اللاعب إلى الوراء. فعلا الكرة كانت عالية وطويلة من جهة موري، كان عليه أن يتراجع بسرعة قبل تسديد هذه الكرة. 40-30
Sure. إذن الشوط لأندي موري. الشوط كل لاعب في بداية هذا اللقاء. One game on. أذكركم بأن هذا هو اللقاء السادس بين اللاعبين. فرديتش فاز ثلاث مرات. موري فاز مرتين في آخر لقاءات. آخر لقاءات هنا في مدينة دبي. Left to be service. Okay, give it to me, give it. خطأ متوج جهة برديتش. 0-15. ممتاز اللاعب برديتش، يأخذ هذه الكرة بسرعة في أعلى مستوى ويسدد ضربة محكمة للفورهاند العرضي. نلاحظ كيف يتحرك بالأرجل قبل تسديد هذه الكرة، يعني يعطي للذراع الحرية الكاملة لتسديد هذه الضربة بكل راحة. 15 لكل. بعيدة من الخط، إذن خطأ مباشر. 15-30. مهم هذا الشوط، كرة طويلة فعلا. نسمع في الكرة وراء الخط الخلفي. ممتاز برديتش، كرة جميلة جدا من اللاعب البريطاني، منخفضة ولكن لاحظنا انحدار الأرجل من جهة اللاعب برديتش. ضربة قوية عرضية بالفورهاند درايف فولي، وأخيرا تتبع هذه الكرة إلى الأمام بعد تسديد هذه ضربة الفولي، رغم أن الكرة كانت منخفضة. تركيز عالي من توماس برديتش. 30 للكل. توزيع الكرات يمين يسار، يحرك اللاعب موري. موري صار متأخرا لهذه الكرة بالباك هاند. Left
30 الفرصة الأولى لبرديتش لختم شوط إرساله. أشواط طويلة، تبادلات من آخر الملعب. جون برديتش. برديتش من إرسال يختم هذا الشوط اللاعب توماس برديتش. شوطين لواحد في هذه المجموعة الأولى. مشاهدينا الكرام، هناك تبادلات عديدة من آخر ملعب، كل لاعب يركز على الضربات من الفور هاند وباك هاند، وخصوصا لاعب برديتش ينتظر الفتحة أو الفرصة لتسديد ضربة قوية في الزاوية الفارغة لربما التقدم من الأمام والوصول إلى الشبكة لختم النقاط، لأن هذا هو أسلوب اللاعب برديتش، الهجوم الصعود إلى الشبكة، ضربة سلايس بالباك هاند في استقبال الإرسال والصعود إلى الشبكة، بعض الأحيان السيرفن فولي لاحظناه في سابقا في بطولات عديدة على الأرضية الترابية، كيف يستعمل هذا الأسلوب الهجومي بذكاء كبير وله تغطية هائلة في الشبكة. لاعب مزعج، لاعب يضايق اللاعبين الكبار، لأنه قامة طويلة 1.96 متر، إرسال سريع وتغطية ممتازة في الشبكة، وهذا يضايق اللاعبين الكبار. فعلا في الأراضي الترابية ليس له هذه هذا الامتياز، لان في الاراضي السريعه بامكانك ان تتقدم بسرعه الى الشبكه وتسدد ضربات قويه، لان الكرات ايضا اسرع من الاراضي الترابيه، بالعكس الاراضي الترابيه عليك ان تسدد كرات وكرات عديده قبل الوصول الى الشبكه، لان التبادلات تكون طويله من اخر الملعب، وعليك ان تكون صبورا في هذه الاراضي الترابيه. ممتاز ممتاز اللاعب أندي موري، لمسة جميلة جدا، ينتظر ارتداد الكرة ويرفع هذه الكرة بتحكم هائل. نلاحظ كرة ممتازة من برديتش، نلاحظ كيف يلمس هذه الكرة، تحكم كبير جدا، يرفع هذه الكرة بلمسة هائلة. 15-0. الكرة خارج، الكرة خارج الملعب. يعرف بأن موري يعرف بأن برديتش له مشاكل للتحرك على هذه الأرضية والتوازن على هذه الأرضية، وأن الانطلاقة في اتجاه شيء ولكن مرة أخرى في اتجاه ثاني والرجوع في اتجاه ثالث، هذا هو التوازن على هذه الأرضية، لأن هناك تنزلق هذه الأرضية ولا تمكن اللاعب أن يكون متوازنا 100% على هذه الأرضية، وعليك أن تكون مرتاحا كاللاعب الإسباني أو الأرجنتين، لأن لهم خبرة كبيرة على هذه الأرضية ومارسوا هذه اللعبة على هذه الأرضية منذ زمن طويل جدا. الفكرة كانت جيدة ولكن عدم التحكم في هذه الكرة. قوية 40-15، تركيز عالي حتى الآن، الكرة تلمس الخط.
قوية. مع الخط ايضا موري يسجل هذه الضربة باسينج شوت مع الخط في جهة الباكاندو ويفوز بشوط ارساله شوطين لكل لاعب. كل لاعب دخل في هذه المباراة بشكل جيد الان. كل لاعب يفوز بشوط ارساله حتى الان بدون اي مشكلة. مباشر بالفورهاند من جهة 15 عندي موري. بيرديتش ياخذ هذه الكرة قبل الارتداد بقوة بفورهاند درايف فولي 30 لسبس. يستغلها، يعرف بأن له تحكم كبير في ضربات البولي أو درايف فولي، وهذا كان يضايق موري. عدم تحكم في هذه الكرة 40-0. خطأ مباشر في استقبال الإرسال. الإرسال يساعد برديتش، الإرسال له أهمية كبيرة في أسلوب وفي صفة اللعب التشيكي. نقاط بدون أن يبذل مجهودا كبيرا خصوصا على هذه الأرضية الترابية، لأننا نعرف أن برديتش يستعمل أسلوب هجومي الصعود إلى الشبكة. الإرسال القوي سيرفنت فولي أيضا على الأراضي الترابية يطلب مجهود أكبر من آخر الملعب وانزلاق والتبادلات وتسديدات الطويلة والانتظار الوقت المناسب لربما ختم أخذ المبادرة وصعود ربما إلى الشبكة أو تسديد ضربة قاضية. هذا عليك أن تكون صبورا ومستعدا لهذا التبادلات وهذا الانتظار من آخر الملعب. قوة هذه هي قوة اللاعب موري، الانتظار الصبر البقاء مركزا. ربما الخصم سيفقد الصبر سيأخذ المبادرة سيفوز بنقاط في بعض الأحيان، لكن سيعطي أيضا أخطاء خصوصا لما يكون اللاعب تحت الضغط. صورة جميلة جدا لهذا الملعب الرئيسي بمدينة مونتي كارلو موناكو، مجمع قريب جدا من البحر. ضربة قوية بالفورهاند انسايد اوت، اذا
دور حول الباكان ويسدد تسديده قويه بالفراند على باكان اللاعب برديتش. جميلة جدا جدا، لاحظ كيف يسدد هذه الكرة اللاعب برديتش، فعلا كرة عالية من جهة موري، وهذا يناسب اللاعب برديتش، ان اللاعب طويل من ارتفاع الكرة بعد الارتداد يناسب اللاعب برديتش ويسدد ضربة جميلة محكمة مع الخط، دقة كبيرة في هذه الضربة الأخيرة. 30-15 ذكي جدا اللاعب، تبادلة طويلة وسريعة من آخر ملعب، يرى بأن اللاعب وراء الخط الخلفي يتراجع شيئا ما، الفكرة ممتازة من البريطاني. لاحظ كيف يضع هذه الكرة بسلايس دروب شوت، ممتاز ممتاز مرة أخرى، يفاجئ اللاعب موري بقوة هذا الباكن مع الخط، عادة الباكن حربي يخاطر بشكل كبير اللاعب فرديتش، 6 ضربات قوية قاضية وخمس أخطاء مباشرة للبريطانيا، أما برديتش 6 ضربات قاضية وأربع أخطاء مباشرة منذ بداية اللقاء. مرة أخرى الكرة الأخيرة، كسر الإيقاع بذكاء من جهة اللاعب أندي موري، لأن التبادلات طويلة وسريعة من آخر ملعب. إذا 3 شوط لكل لاعب في هذه المجموعة الأولى، والمنافسة تزداد. ممتاز هذا مرة أخرى، هذه الكرات العالية تناسب برديتش، لأن كما ذكرنا هو لاعب طويل القامة، ونلاحظ هذه الكرات تكون عالية وبعد الارتداد يأخذها هذا اللاعب في ارتفاعا مناسبا بالنسبة للتشيكي لتسديد ضربات قاضية.
service. شير التسرع شيئا ما من تشيكي فعلا من يسرى كانت فارغة والفكرة كانت جيدة أيضا 15 on. ممتاز إرسال قوي في جهة الفورهاند وصول بسرعة لأخذ هذه الكرة في أعلى مستوى قرب الشبكة وتسديد ضربة قاضية بالفورهاند تقنية هائلة من جهة التشيكي وأيضا تركيز عالي في هذه الكرات السهلة هذا مهم جدا تراجع عند تسديد الكرة والخطأ الخطأ من موري إذن 4-3 لبرديتش في هذه المجموعة الأولى والنيوبولز كرة جديدة تغيير الكرة في 7 أشواط للمرات بعد ذلك كل 9 أشواط هو قانون هذه اللعبة استعداد للمنافسة مرة أخرى أذكركم شيء الكرام ببرنامج اليوم بعد المباراة سنتابع معكم على قناتكم الجزيرة الرياضية نوفاك جوكوفيتش السربي مصنف الأول عالميا سيواجه روبن هاس الهولندي ستانيسلاس فابرينكا السويسري سيواجه اللاعب رافائيل نادال ملك هذه الأراضي الترابية وخصوصا في هذه البطولة بطولة مونتي كارلو التي فاز بها 7 مرات على التوالي وأخيرا المواجهة الفرنسية جيل سيمون سيواجه جو تريتسونغا المباراة الرابعة بالنسبة لهذا اليوم على الملعب الرئيسي الكرة الجديدة وإرسال اللاعب البريطاني في هذا الشوط الثامن المجموعة الأولى اللاعب بيرديتش تبادلات طويلة وسريعة من آخر ملعب لاحظ كيف
يدور حول المكان حرك بسرعة لتسديد ضربات قوية بالفرهند الناحد. الاختيار مناسب. كرة في اتجاه عاكس لنيموري. 47 كيلومتر في ساعة التمر الأخيرة من جهة بيرديتش. الضغط من برديتش 0-30 عليه الانتباه في شوط ارساله اللاعب اندي موري. شبكة كنزي ترونت ففتين جميلة. ضربة عرضية وقلق من جهة اللاعب موري فعلا لم يفكر في هذا النقطة بشكل جيد. زاوية ويعطي الفرصة لبرديش لتسديد ضربة قوية فعلا كان يقول سدد الكرة في الاتجاه المعاكس للاعب. لماذا تختار هذه الجهة وتفتح الزاوية اليمنى؟ سدد هذه الكرة أكثر من مرة. نفس السيناريو نفس الفكرة وهذه الفكرة تساعد هذه الضربة تساعد بشكل كبير. فاز بكل شوط على الأقل من نقطة ونقطتين. هذا الدروب شوت الذي يفاجئ اللاعب. نعم ثلاث كرات بالدروب شوت من جهة أندي موري. بريك بوينت. ما زالت هناك فرصة أخرى يبرديش لكسر الإرسال. تسرع عدم التحرك الجيد أو الدوران حول الكرة بشكل أحسن هذه الكرة بقوة. توماس كروبا مع البيضاء متابع هذا اللقاء.
الآن الكرة لمست الخط وإعادة الإرسال الأول. يوصل لهذه الكرة، وكانت الفكرة ذكية جدا من اللاعب البريطاني. ماذا يقول الكرة؟ هل البصمة بصمة هذه الكرة خارج داخل الملعب؟ ماذا يقول الحكم محمد الحياني؟ لمست الخط يعني ما لا يعتبر الكرة تعتبر داخل الملعب فعلا محق الحكم. الكرسي محمد الحياني افانتاج برديش. امتياز لبرديش. الفرصة الثالثة لكسر الارسال. مهم جدا جدا هذا الشوط. قوي في جهة اليمنى والخطأ مباشر من برديتش. إذن يرجع في هذا الشوط اللاعب نادي موري. إذن جو موري شوط لموري واربع شوط لكل لاعب يخرج من مخ الصعب. ثلاث فرص لكسر الارسال للاعب برديش لم يتمكن من ذلك. انجاز هائل بالنسبه لاندي موري. يعني يبقى مركزا لان برديش في اي لحظه في امكانه ان يتمكن من كسر الارسال ويتقدم بسرعه في نتيجه هذه المجموعه. كرة سهلة شديدة هذه الكرة بالأوراد. كرة طويلة من البريطاني تضايق اللاعب برديتش. فعلا لم يكن له الوقت الكافي للتراجع الى الوراء والدفاع. ميرسي.
الزوج خطب الزوج 15 30 ممتاز ممتاز اللاعب بيرديتش بقوة يسدد هذه الكرة في جهة الفورهاند 30 للكل. الفرصة لخدم هذا الشوط التاسع لإرساله اللاعب بيرديتش. بكل هدوء فعلا تركيز عالي ويعرض ان هذه الكرة عالية وعليه ان يبقى منتبها. تسديد قوي بالاوفر هاد 5 أشواط لـ4 للاعب توماس بيرديتش. مرة اخرى الاسلوب الهجومي للاعب تشيكي يركز ونرى بان هذه المجموعة وما كانت فرص اكثر للاعب بيرديتش لكسر الارسال والتقدم الى الامام. حتى الان اللاعب البريطاني يدافع يبقى وراء الخط الخلفي لا ياخذ المبادره ينتظر اخطاء من جهه بيرديتش. يعرف بان اللاعب تشيكي سيدافع سيتقدم الى الامام سياخذ المبادره اكثر و هذه هي قوه اللاعب البريطاني كما ذكرنا سابقا. شباب بعد الاحصائيات بعد 21% بالنسبه للكره المسدده داخل الملعب بالنسبه لبيرديتش و 79% بالنسبه لبيرديتش. اما 93.7 داخل الملعب 93% الكره المسدده وراء الخط الخلفي معناها بان اسلوب دفاعي اسلوب هجومي اكثر من جهه اللاعب بيرديتش الذي يتقدم اكثر الى الامام ليسدد اكثر كرات في داخل الملعب. 21% من الكرات مسدده داخل الملعب معناها بان هذا اسلوب هجومي هذا ما تكلمنا عليه قبل هذه الاحصائيات. 5-4 والارسال للاعب اندي موري. خطا مباشر بالفورهاند من بيرديتش. الخطأ غامر شيئا ما بيرديتش 30-0 عفوا
طويلة، كرة طويلة من بريطانيا، كرة عالية. فوتيلا خطا مباشر اذا يسار قوي في جهه الفرهان. التعادل 5 شوط لكل لاعب الان. 5 games all. كل لاعب يفوز بشوط ارساله حتى الان بدون اي مشكله او مره واحده في وضع صعب اللاعب الجبري في شوط ارساله. كانت 3 فرص لي التشيك لك الإرسال. الأوفرهاد بختم هذه الكرة في كانزيرو اليمنى 15-0. كرة طويلة والخطأ من بيرلتشاف عديدة في اللحظات الأخيرة من المجموعة الأولى. ممتاز اللاعب بيرلتش يوصل لهذه الكرة بسرعة الأمام ويأخذ هذه الكرة بلمسة جميلة جدا بالباك هاند فولي دروب شوت. ثلاثين 15 تحكم في استقبال الإرسال 15 الشوط لبيرلتش. الشوط لبيرلتش بكل سهولة يفوز بشوط إرساله بدون أي مشكلة. 6 أشواط لخمسة في هذه المجموعة الأولى. منافسة كبيرة بين اللاعبين. نفس الاسلوب من جهه اللاعب اندي موري بقى
مركزا على الضربات من داخل الملعب، وهذا هو اسلوب البريطاني فعلا، لان لاعب يدافع يدافع بشكل كبير من اخر الملعب وينتظر الوقت المناسب لمفاجأة الخصم. ومع اللاعب برديش حتى الان الامور ليس سهلة، لان برديش له ارسال قوي و تحسن مستواه، خصوصا مستوى اللعب والصبر ايضا من اخر الملعب، لان على الارض هذه الاراضي عليك ان تكون صبورا وتنتظر الوقت المناسب. ست اشواط لخمسه والارسال لاندي موري في بدايه في هذه المجموعه الاخيره الاولى عفوا. كرة طويلة، كرة طويلة بالفورهاند من عندي مريخ 15-0. سريع لهذه الكرة ورفع هذه الكرة، لأن الكرة ليس سهلة، كرة منخفضة، على اللاعب أن يرفع هذه الكرة بلمسة محكمة بالتوب سبين وبكرة طويلة. 15 للكل. البريطاني في هذه اللحظات كنزي كافونت تشتا 40 الكره خارج الملعب. فرصه تيميكاس لارسال وختم هذه المجموعه الاولى لبرديتش. البريطاني تمديده قويه عرضيه باسنج شوت يخرج من هذا
كانت إنشاء. أو اختيار ثاني أيضا ضربة الفورهاند بولي. 30-40. كرة قصيرة عرضية. من اللعب في هذه المجموعة الأولى. دي برديتش الفرصة لكسر الإرسال وختم هذه المجموعة الأولى. يخامر بشكل كبير يعني يأخذ قرارات اللاعب البريطاني قرارات صعبة. يوزع الكرات، كرة قوية وطويلة وللصعود للشبكة للضغط على موري، وهذا هو الأسلوب الذي سيدير اللاعب. إن لو اختار البقاء مركزا على الضربات من آخر ملعب اللاعب بيرديتش ستكون الأمور صعبة جدا. لن يفقد هذه الفرصة مرة أخرى اللاعب بيرديتش. كانت فرصة ثالثة. إرسال قوي للتيوب هذه المرة للاعب موري. أفانتاج موري.
مرة أخرى. الخطأ من بيرديتش يأخذ هذه الكرة متأخرا شيئا ما بين فورهاند، فعلا كرة طويلة. الامتياز لموري مرة أخرى. أخيرا موري يخرج من هذا الموقف الصعب. كانت فرص عديدة عديدة اللاعب البلجيكي كسر على اليسار والتقدم في هذه النتيجة، فوز بهذه المجموعة الأولى. غلبت الأمور، 6 أشواط لكل لاعب في هذه الأثناء. جات موري نقطة لكل لاعب في هذا الشوط، شوط كسر التعادل تاي بريك. ضربة الايس نقطتين لكل لاعب. Two.
الجمهوري ضايقت بشكل كبير برديتش اللاعب طويل القامة حاليا حاليا الأرجل بصفة كبيرة لتسديد هذه الكرة بتحكم جيد. أربعة لاثنين لموري. كان قصورا اللعب بلديج في هذا الشوط. شوط كسر التعادل مهم جدا. كل نقطة لها أهمية كبيرة. ما تولي. كان غير متوازن وهذا يساعد موري. 5-2 نلاحظ كيف ترتد هذه المباراة وسط الملعب. نصف إمكان اللاعب برديتش أن يتحكم في هذه الكرة. الأرضية غير متوازنة وأيضا سببت هذا اللاعب الفرنسي يوم امس وايضا الارجنتيني في الدور الاول بسبب اصابه انطلاق على التوازن على الارض. يختم هذه الضربه بقوه اللاعب موري. 6-2 اربع فرص الان لختم هذه المجموعه الاولى. تاي بريك. موري ما زالت هناك ثلاث فرص تحت نظرات ايفان لاندل مدرب. جيدة ولكن كرة القدم
في الشبكة عليه انتباه لأن ثلاثة أربع فرصتين فقط ما زالت لمري عليه أن يركز أكثر وينتبه أكثر. الفرص ثمينة جدا. يتمكن أندي مري من الخروج من هذا الموقف الصعب.